الكواكب إحدى خلق الله، وهم ليسوا صامتين، ولكنهم في صمتهم الذي نظنه نحن يتكلمون. فقط نحن لا نستطيع سماع أصواتهم بآذان عادية، لأن أصواتهم عبارة عن موجات كهرومغناطيسية، ويمكننا سماعها إذا تحولت هذه الموجات إلى نوبات تردد. حينما تستمع إلى هذه الأصوات تبدو غريبة وغامضة، مثل سماع صوت الشمس وسماع الثقب الأسود وسماع صوت الأرض وغيرها من الكواكب الأخرى. إن سماع صوت غامض في السماء أمر مخيف حقا، ناهيك عن صوت يأتينا من الفضاء الخارجي. لذلك هيا بنا نستمع سويا إلى أصوات من هذه الكواكب الأخرى والكائنات الفضائية الموجودة معنا في هذا الكون. المذنبات المفترسة، صوتها له نمط واضح جدا، ويقول الخبراء إن هذا الصوت يشبه الأغاني، وبالرغم من أن هذا ليس دليلا على ذلك، ولكنهم يعطون تصويرا قريبا لهذه الأصوات. الثقب الأسود. هذا المقطع عبارة عن رسم متحرك للثقب الأسود، ويمكن سماع صوته بوضوح. هذا الصوت عبارة عن بيانات إضافية، والتي يمكن للبشر سماعها. البلازما بين النجوم. في شهر أغسطس عام 2012، إحدى المركبات الفضائية الخارجية استطاعت الدخول إلى إحدى الأوساط البلازمية التي بين النجوم، واستطاعت تسجيل الأصوات التي تحدث هناك، وكأن سببها شيء قذفته الشمس. الشمس. تم تسجيل أحد الأصوات التي تخرج من الشمس، والتي تشبه صوت موسيقى متناغم لكنها مخيفة جدا. فقط لاحظوا خروج بعض الموجات الكهرومغناطيسية من خارج الغلاف الجوي الخاص بالشمس، والتي تتحرك بشكل موسيقي. القمر. هذا الصوت الغريب تم تسجيله بواسطة 3 من رواد فضاء وكالة ناسا أثناء رحلتهم إلى القمر في عام 1990. عندما وصلوا إلى القمر وعند عودتهم إلى الأرض، نشروا هذا الصوت الغريب. حلقات كوكب زحل. هذا الصوت المسموع يصدر عن طريق ما يسمى بالإشعاع الكيلومتري، والذي يصدره كوكب زحل. سجل راديو كاسيني بلازما ويف RPWS هذه الترددات الموجية العالية، وقاموا بتحويلها إلى موجات راديو لكي يمكن ترجمتها إلى صوت ويمكن سماعه. نغمة الأرض. تم التقاط هذا الصوت الغريب من قبل الحزام الإشعاعي RBSP، والذي تم رصده من خلال القمر الصناعي الذي تم إطلاقه في 30 من أغسطس عام 2002.